السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في أمراض القلب والأوعية الدموية، وما زلنا في عوامل الخطر التي تؤدي إلى الإصابة بها. تكلمنا سابقاً عن ارتفاع التوتر الشرياني، وسنتكلم اليوم عن عاملين مهمين جداً يعني أو عدة عوامل أهمها السكري والتدخين. طبعاً الداء السكري هو المرض الوحيد الذي يطلق عليه في العربية الداء لأنه ليس مرضاً عادياً نقول مرض القلب نقول مرض الكليتين لكن السكري نقول عنه داء السكري ماذا كلمه الداء طبعا هي فيها حكمه كبيره لانه الداء هو الذي يصيب قد يصيب اي عضو في الجسم طبعا السكري لا يحترم اي عضوا يعني قد يصيب الكليتين يصيب العينين يصيب القلب يصيب الاوعيه الدمويه يصيب كل شيء طبعا لانه هو مرض جهازي عام ضرره لا يقتصر على جهاز واحد لذلك مريض السكري له معاملة خاصة له تعقيب خاص له وقاية خاصة لابد منها نحن بما أنه عم نتكلم عن أمراض القلب والأوعية الدموية نتكلم عن الموضوع اللي بيخص أمراض القلب والأوعية الدموية طبعا ما قلنا السكري عامل خطر كبير للإصابة في شرايين القلب والشرايين المحيطية ويزيد من خطوره العوامل الاخرى، يعني وجود سكري مع ضغط يزيد خطوره الضغط، وجود سكري مع عامل شده نفسيه تزيد خطوره الشده النفسيه. مريض السكري بشكل عام من ناحيه الوقايه يجب ان يراجع طبيب القلب حتى لو لم يشكي من اي شيء يعزل القلب. هذا اجراء سنوي. يجب ان يفحص القلب ويفحص العينين ويفحص الكليتين. هذا روتين مريض السكري يجب ان يكون سكره مضبوطا بقدر ما يكون السكر مضبوط طبعا كلمه مضبوط يحددها الطبيب ليس في القياس البيتي العاجل الذي متداول بين الناس هذا اصبحت هناك في تحاليل اكثر نوعيه كالسكر التراكمي والخضاب الجلوكوزي وهي تحدد اكثر دقه ان كان السكر مضبوطا ام لا بقدر ما يكون سكر المريض مضبوط بقدر ما نؤخر اختلاطات السكري اختلاطات القلب والاوعيه الدمويه الناتجه عن السكري فكل مريض سكري هل ي... كل مريض سكري سيصاب بالقلب الاوعيه الدمويه اكيد للاسف سيصاب في مرحله معينه من حياته، لكن هل قد تاتي هذه الاصابات مبكرا وقد تتاخر جدا، هذا الامر يعتمد على عاملين مهمين جدا، اول عامل هل مريض السكري هو تحت الكنترول؟ هل هو طابت سكره حقيقه؟ هذا سيؤخر كثيرا الاختلاطات، الامر الاخر هل يوجد عوامل خطوره اخرى لإصابة بامراض القلب والاوعيه الدمويه؟ لانه كما تكلمنا السكري لوحده عامل خطر، اما وجود عوامل اخرى سيسرع من الاصابات الأمراض القلب والاوعيه الدمويه لما يكون عندنا اكثر من عامل. طبعا مريض سكري يجب ان يعالجه طبيب سكري، طبيب غدد وسكري. طبيب القلبيه يجب ان يوجه طبيب القلبيه اي مريض سكري ياتي عن طبيب القلبيه باعراض قلبيه، طبيب القلبيه يعالج الامراض القلبيه او الاختلاطات القلبيه الناتجه عن مرض السكري ويجب ان يوجه مريضه الى اختصاصي في امراض القلب امراض الغدد والداء السكري. الداء السكري آه تحتاج إلى أكثر من حلقة يحتاج إلى كثير من الكلام عنه للأسف لأنه أصبح منتشر جدا في عالمنا هناك عوامل خطورة كبيرة نمارسها في حياتنا اليومية ولم ننتبه عليها السكري يتعلق كثيرا في 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 الوراثه اي مريض عنده اصابات من الدرجه الاولى في السكري يجب ان يكون مراقب سكره كل فتره بدون حتى لو توجد اعراض عنده من ومن ناحيه التدخين طبعا التدخين يعني تكلم عنه كثيرا وشرح عنه الاطباء كثيرا ضرره مثبت 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 على الاوعيه الدمويه وترك التدخين ايضا فائدته مثبته والتدخين ضرره ليس فقط على الاوعيه ضرره ايضا على امور اخرى كثيرا في في الجسم لذلك اصابات اخرى موجوده في الجسم قد تزيد اصابات التدخين اصابات القلب الناتجه عن التدخين فلما بيجتمع ضغط سك، ضغط ارتفاع توتر شرياني لما بيجتمع معهم ارتفاع سكري وبيجي المريض بيدخن فوق هذا الموضوع طبعا للاسف للاسف الشديد ستكون نسبه الاصابه بامراض القلب عاليه جدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته